ومعي عبر الهاتف الموسيقار العالمي العراقي والعالمي سيد نصير شم. أهلا بك سيد نصير، ونبارك لك هذه الجائزة العالمية التي تضاف إلى جملة الجوائز التي حصلت عليها في مسيرة عملك الفني. يمكن أن تحدثنا وتوضح للمشاهد العراقي ما هي هذه طبيعة هذه الجائزة؟ شكرا جزيلا، شكرا لمتابعتكم ولاهتمامكم، تحياتي الحارة. هذه جائزة تمنح للشخصيات تترك أثر في مجتمعاتها وفي مجالات إنسانية وفنية وثقافية متعددة، وكان لي الشرف أن تكون من نصيبي هذا العام، وهذا شيء طبعا أكيد يشكل دافع أكبر، خصوصا في الظروف اللي يعيشها العراق وتعيشها منطقتنا. هي بحاجة إلى جهود الكل في أن يقدموا أقصى ما يمكن في خدمة مجتمعاتهم وقناعاتهم أيضا اللي هي عملت فيها على من طفولتي، وأنا أعمل لأجل أهداف إنسانية قبل ما أبدأ بالعمل الفني، وهذا اليوم ينعكس على شغلي في كل المجالات منذ سنين يعني طويلة ولليوم. نعم، عاش الألم والدمار فأبدع. ابن الكوت حياك الله، والله رفعت روسنا بهذه التتويجة والجائزة، يعني فعلا كما قلت بأنها إشراقة أمل لجميع العراقيين. إن شاء الله، هي في بداية عام وعام جديد، وعام إجا بعد سنة كانت صعبة جدا على الإنسانية في كل الكون، لذلك أتمنى أن تكون يعني بادرة خير وتحمل أمل جديد وتحمل رؤية للعمل المجتمعي. كل اللي آمنوا بالعمل الإنساني والتكافلي والمجتمعي بعد سنين طويلة العالم كله اعترف بجهودهم، لأنه هذا تراكم والعالم يراقب ويتابع التفاصيل. لذلك أشد على أيادي كل المجتمع المدني تحديدا بالعراق وبفلسطين بالأردن بلبنان بالدول بسوريا بالدول اللي اشتغلت المجتمع المدني اشتغل فيها بكثافة كبيرة، وأحيانا أصبح معادل لجهود دول، وهذا الشيء كان يعني إن حصة فيه في سنوات الفترة الفاتت للنازحين العراقيين. كان 3 مليون نازح كنا نشتغل على تغطيتهم بالكامل في كل أرجاء العراق وين كانوا منتشرين، والعمل بألق بغداد والعمل بأطفال العراق اللي تبعثهم للهند لعمليات القلب المفتوح، هذه كلها العالم يراقبها والعالم يشوف هذا الشيء. احنا ما منتظرين جوائز ولا منتظرين تكريم، وهي كلها جوائز معنوية، لكنه الهدف التقدير اللي يشوفه العالم هو يشجع الآخرين على الانضمام للمجتمع المدني. بالتأكيد هذه الروح الإنسانية هي التي تجعلكم فنان عالمي وليس فنان محلي فقط. هناك خبر توارد إلى مسامعنا أن رئيس الجمهورية العراقي السيد برهام صالح اتصل بكم. نعم، وهناك تحديد موعد للقاء ربما. نعم، قبل نص ساعة فخامة الرئيس اتصل مهنئ، ويعني احنا عندنا علاقة سابقة، وهذا اجى الحقيقة اسعدني مكالمته، وهذه المكالمة الدافئة بكل عبارات التقدير والاحترام، وهذا شيء يمكن يشكل معنويا اشياء مهمة جدا ان ما رئيس الدولة يتصل حتى يهنئ الشخص على جائزة، يشعر انه هناك الحقيقة تعرف النجاح وين ما يكون بالعالم يبقى صدى الأهم هو في البلد، في بلد الإنسان. فأنا لما يجيني أي شيء من العراق فكيف إذا كان من رأس الهرم بالعراق أن يتصل مهنئا، واهتمامكم واهتمام اليوم الإعلام والصحافة العراقية كان كبير جدا بهذه الجائزة، وأهديها لكل شهداء العراق، أهديها لكل المجتمع المدني بالعراق وللشباب الثورة اللي الآن يعني أهديها للشباب اللي ما زالت صورهم مرسومة على الجدران في التحرير. هل ألفت موسيقى لشهداء هذه الثورة؟ كل الأعمال اللي سجلتها بهاي الفترة، سجلت مجموعة أعمال اشتغلت فيها 6 شهور، هي حضر كامل، كان 6 شهور سجلت فيها مجموعة أعمال، معظم هاي الأعمال هي تتحدث عن
عن الأبواب اللي فتحوها، أبواب الأمل اللي فتحوها الشباب الثورة. وحتى لو أراد البعض أن يشوه هذه الثورة ويشوه سمعتها ويحاول أن يصطاد بالماء العكر، لكن هي أعطت أمل للعراقيين بأن الشعب ممكن يغير وممكن قادر على التغيير وممكن يجبر حتى المجتمع المدني كله على الاهتمام بأن الشباب هم المستقبل وهم جيل الأمل. أنا أشكرك جزيل الشكر الموسيقار العالمي العراقي الفنان نصير شمة على هذه المداخلة، ونبارك لكم مرة أخرى هذه الجائزة. شكرا جزيلا لكم.